Madame Dima Moussa, qui est vice-présidente de la coalition syrienne. السيدة الرئيسة مريم رجوي المحترمة، السيدات والسادة الكرام في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والحضور، أسعد الله مساءكم ورمضان مبارك لكم ولنا جميعا. بداية أود أن أترحم على أرواح شهدائنا في سوريا وفي إيران، شهداء الظلم والظلام في كل مكان، شهداء الحرية والكرامة وحقوق الإنسان المسلوبة. وأتقدم بأشد التعازي لشهداء الاحتجاج في احتجاجات في مدينة كازرون على أيدي مجرمي نظام الملالي. يشرفني أن أكون معكم هنا اليوم، ويؤلمني جداً أننا لا نستطيع أن نستضيف بعضنا البعض في هذه الأمسية في دمشق أو طهران بسبب الأنظمة القمعية الحاكمة في بلدينا سوريا وإيران. اليوم معاناة شعبين واحدة ونتيجة النظام الحاكم في إيران وأدواته وشركائه في المنطقة، وعلى رأسها نظام الأسد في سوريا، وكلاهما استولى على الحكم بالقوة وعبث في البلاد فساداً، وسلب الشعبين من حقوقهم المشروعة، وارتكب على مدى عقود جرائم مروعة بحق الشعبين السوري والإيراني. اليوم قضية الشعب السوري والشعب الإيراني ليست فقط متشابهة في كثير من تفاصيلها، ولكنها مرتبطة بروابط الإنسانية أولاً، وروابط الأخوة الناتجة عن مقاومة العدو المشترك ثانياً. نحن في المعارضة السورية نعرف، كما يعرف الشعب السوري، أن الشعب الإيراني ليس فقط بريئاً من ممارسات النظام الإيراني الداعمة والمصدرة للإرهاب والتطرف في بلدان المنطقة، بل يستنكرها ويدينها، ويعتبر هذا النظام خطراً على سلام وأمان واستقرار الشرق الأوسط. علينا أن نقف سوية ونوحد أصواتنا لتكون عالية في محاربة الأنظمة كنظام الأسد ونظام الملالي، لنكسر الصمت ونوقف غض النظر تجاه ما يحصل في بلداننا، لأن الشعب السوري والشعب الإيراني يستحقان الحياة الكريمة في دول يسودها القانون والعدالة والديمقراطية والحريات والمواطنة المتساوية لكل بنات وأبناء الشعب. علينا الاستمرار بالعمل سوية، وعلينا أن نتكاتف نساء ورجالا، شبابا وشيابا وأطفالا، لإيصال صوت شعوبنا، ليعرف العالم بأسره أننا لن نسكت ولن نتراجع ولن نتوقف عن المضي في خيارنا الذي أجبرنا أن نكون معارضين في المنفى، وسوف نستمر لنكون صوتاً مدوياً لضحايا حكم الطاغية. وليعرف العالم أن هذه البقعة من الأرض حيث بدأ التاريخ وانطلقت الحضارات والعلم والعلوم ومهد الأديان السماوية، ستخرج من الظلام لتعود مرة أخرى شعلة نيرة تنير درب البشرية. لا سلام من دون عدالة، ولا عدالة في ظل أنظمة كنظام الأسد والملالي. ولن يتوقف الشعبان السوري والإيراني عن نضالهم المشروع لتحقيق الحرية الكاملة، الحرية للمعتقلات والمعتقلين في غياهب سجون نظام الأسد ونظام إيران، الرحمة لشهداء شعوبنا، والنصر للشعبين السوري والإيراني. رمضان مبارك لكم جميعاً، وبإذن الله نلتقي قريباً في سوريا وإيران المحررات من الظلم والظلام.